المواجهات العسكرية العنيفة لا تكاد تتوقف في شمال الضالع. أكثر هذه المواجهات عنفاً دارت خلال اليومين الماضيين في الفاخر والدوير وصولاً إلى القفلة. قادة هذه المعارك في القوات الحكومية أفادوا في تصريحات من مسرح العمليات بأن مقاتليهم وبإسناد من مقاتلات التحالف حققوا تقدماً مهماً في هذه الجبهة، وتمكنوا من استعادة مدينة الفاخر وتطهير القرى المجاورة لها بالكامل، وتمكنوا من الدخول إلى أطراف منطقة العود عبر بوابة القفلة التي تعد آخر نقطة حدودية مع محافظة إب المجاورة. وأيضا طقم عطبت بنيران قواتنا، وكم مترات وكم ضحايا من القوى البشرية. العملية لا زال مستمرة من جهتنا باتجاه كما قلنا سيل الدبوان والتباب الذي حولها، ومن الاتجاه الآخر اللي هو الجنوبي الغربي تم السيطرة على التباب التي شمال شخب. إنجازات الجولات الأخيرة من الحرب الدائرة في شمال الضالع شملت تأمين منطقة الدوير ومواقع قصبة الدوير الاستراتيجي، وتقدمت القوات الحكومية باتجاه التباب السود وأحكمت السيطرة النارية على هذه التباب، وقطعت طريقاً مهماً كانت عناصر الميليشيا تسلكه وتنقل عبره الإمدادات العسكرية إلى مواقعها في هذه الجبهة. تقدم القوات الحكومية كان سريعاً ومؤثراً في محاور القتال بشمال الضالع في ظل الضربات المركزة بالمدفعية ورجمات الصواريخ التي وجهتها القوات الحكومية على المواقع التي تسيطر عليها الميليشيا، فيما واصل طيران التحالف توجيه ضرباته الجوية على تجمعات الحوثيين ودمر آليات عند باب غلق، فيما حاصرت مدفعية القوات المشتركة معسكر الحساحس في منطقة غلق وبات تحت السيطرة النارية الكاملة. المعارك المتواصلة في شمال الضالع وفقا لقادة عسكريين خلفت العشرات من القتلى والمصابين في أوساط مقاتلي الميليشيا ومعداتهم العسكرية. الحمد لله رب العالمين، اليوم تم تطهير سلسلة الدوير بالكامل، وتم السيطرة أيضا على موقع القصبة الاستراتيجي، أيضا التباب السود تم السيطرة عليها الآن ناريا، وإن شاء الله عز وجل في الساعات القريبة. وعلى الرغم من مرور أسابيع من استعادة السيطرة على مدينة قعطبة، إلا أن هذه المدينة لا تزال تعاني من ارتدادات معركة استعادتها من الحوثيين عبر الكلف الهائلة التي يخلفها القصف العشوائي المتقطع للميليشيا على أحياء المدينة، مخلفاً هذه المشاهد من الدمار والظروف الإنسانية الصعبة لسكان المدينة.